السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي موريس مزراحي. أنا يهودي مولود في القاهرة مصر سنة 1949، وعشت في مصر حتى أجبرت على تركها في نوفمبر 1967، وكنت في نهى أبلغ من العمر 18 سنة بعد حرب الستة أيام. وأسجل هذا الفيديو لأني أريدك أن تعرف عن الشر وسوء المعاملة التي عاناها اليهود من الدول العربية. وهدفي في هذا هو منع أي من كانوا من الأشخاص ذو النية السيئة من الادعاء في يوم ما بأن ما عانيناه وأسيناه في الشر من الشر وسوء المعاملة لم يحدث مطلقا، تماما كم يدعون اليوم بأن المحرقة والإبادة التي قامت بها النازية ضد اليهود لم تحدث، علما بأنها حصلت فعلا. هناك الدلائل التي تدل على مصير يهود مصر. كان في مصر طائفة يهودية منذ قديم الأزل. كان في مدينة الإسكندرية طائفة يهودية منذ أكثر من 2500 سنة مضت، وازدهرت هذه الطائفة لمئات من السنين. موسى ابن ميمون الحاخام والفيلسوف اليهودي المعروف باسم مايمونيديز عاش وعمل في القاهرة مصر في القرن الثاني عشر، كما أن كنوزا من الوثائق والمستندات التي اكتشفوها في معبد بن عزرة في مصر القديمة الفسطاط في القرن التاسع عشر تشهد على وجود الطائفة اليهودية في مصر منذ قديم الأزل. وقد واجه اليهود في مصر أوقات طيبة وأوقات عصيبة ومدنية. فمثلا في سنة 1924 قرر أحمد باشا حاكم مصر بإبادة جميع يهود مدينة القاهرة إلا إذا دفعوا له مبالغ باهظة من المال. وكان في نفس الوقت يخطط بالانقلاب على السلطان سليمان في عصر الدولة العثمانية. حدث برعاية الله إنه في نفس اليوم المحدد للقضاء على اليهود أن قتل أحمد باشا حاكم مصر على يد الجنود الموالون لسلطان سليمان، وبذلك نجا اليهود من الهلاك. وفي منتصف القرن التاسع عشر استقدم محمد علي باشا ومن تبعوه من الحكام المعينون من قبل الدولة العثمانية إلى مصر كثيرا من اليهود الذين ساهموا بشكل فعال في النهضة الاقتصادية. وقد ظهر منهم وزراء ومفكرين وتجار وأطباء وقوميون واقتصاديون ومهندسون وبناؤون، كما أن جميع المحلات الكبرى باستثناء واحدة فقط تأسست على يد اليهود. فكان نشاطهم متعدد، كان بينهم الفقير والغني ومتوسط الحال. كانت عائلتي من متوسط الحال. كان أبي يملك محلا صغيرا للملابس باسم مزراحي ويسمى الآن إيرما، ويستخدم اثنين من الموظفين في وسط المدينة، وكان ليس بعيدا عن مسكننا. رفضت الحكومة المصرية منح الجنسية المصرية لمعظم اليهود حتى ولو كانوا مولودين في مصر. كانوا يعتبرون غير معيني الجنسية، وليس لهم أي حصانة أو وقاية من أي جهة. عدد قليل منهم استطاع الحصول على جنسيات أوروبية من خلال انحداراتهم الأولية. كان عدد يهود مصر يقرب من 100,000 نسمة في سنة 1948، وعندما نشأت دولة إسرائيل قامت مصر بإرسال الجيش المصري
لتدمير إسرائيل. وحينها بدأ الخناق يضيق على أعناق اليهود في مصر. بقي من اليهود حوالي 10,000 شخص في مصر بعد حرب السويس سنة 1956، وبقي 2000 شخص من في مصر عند اندلاع الحرب الستة أيام سنة 1967، وكنت أنا واحدا منهم. تركت مصر في أوائل نوفمبر سنة 1967، وكنت واحد من أواخر اليهود الذين تركوا مصر. اليوم تبقى بضعة سيدات مسنات من اليهود، بعضهم متزوجين مع أشخاص غير يهود. كيف ضاق الخناق على رقبة اليهود؟ معظم المؤسسات الكبرى وضعت عليها الحراسة، وكانت تحت سيطرة مندوبين من قبل الحكومة، وعين صاحب المؤسسة كموظف يدفع له مرتب ضئيل. تراخيص الاستيراد والتصدير ألغيت بما فيها ما يمس أبي، والتي أضرت ضررا بالغا لأعماله، كما أن الموظفين اليهود في الحكومة فصلوا وسدت جميع السبل في وجه اليهود، أصبحوا لا يجدون عملا. دفع رشاوي ومبالغ فرضت عليهم للحماية، حساباتهم في البنوك جمدت، شددت الرقابة عليهم، الخوف كان يعم الجميع، السفر إلى الخارج منع إلا إذا كان سفر بالعودة. مئات منهم اعتقلوا وعذبوا وأهينوا، ومنهم من طرد وغصب على إمضاء أوراق بأنهم صفوا كل ممتلكاتهم وإنهم لن يرجعوا ثانية إلى مصر. وحدوث شغب وقتل وتدمير ونهب في حارة اليهود، ولا محاسبة للجناح. كان اليهود بلا حصانة، تذكر، لم يوجد من يدافع عنهم. أشار البعض أيضا بأن بعض الأجانب وحتى بعض المصريين نالوا من نفس المعاملة. هذا صحيح، لكن كما قال كاتب محرقة اليهود إلي ويزال، لم يكن كل الضحايا يهود، ولكن كل اليهود كانوا ضحايا. بالاختصار، كان هناك حوالي 850 ألف لاجئ يهودي من البلاد العربية، من المغرب إلى اليمن، بخلاف تعداد أبنائهم. فالطوائف القديمة التي كانت لها جذور عميقة في البلاد العربية قد اقتلعت جذورها الواحدة بعد الأخرى، حوالي مليون من النفوس. فلماذا لم يريد العالم أن يعرف أي شيء عنه؟ الجواب، عندما كانت كل هذه المآسي تحدث، لم يكن أي من مصادر الإعلام يعير أي التفاتة أو اهتمام للمصائب التي كانت تحيط بنا، وكان يقدر بهم أن ينشروها في إذاعاتهم المسائية وعلى صفحات جرائدهم الرئيسية. فالأمم المتحدة لم تتخذ أي قرارات إيجابية لبيان مصائبنا، فكنا في جميع الأحوال لسنا إلا يهود، وهذا هو ما يفعله اليهود، وهو التوهان في الأرض كالمشردين إلى الأبد، ونبدأ ثانية من الصفر في بلاد غريبة مرة بعد أخرى، وفي بعض الأحيان مرتين أو ثلاث في حياة الشخص الواحد. وأعني هنا بالصفر، أعني هنا من الصفر. فمنذ أنا تركت مصر اكتسبت كل قرش من عرق جبيني. في إسرائيل وفي سائر الدول وفي جميع أنحاء العالم لم يتركوننا لاجئين،
وعالة على المجتمع، ولم يمنعوننا من العمل وإعطاؤنا الجنسية، ولا يحرضوننا على ارتكاب عمليات إرهابية، ولا يحرضوننا على ارتكاب عمليات إرهابية، ولا يستعملوننا كشوكة في الزور كما فعلت البلاد العربية مع إخوانهم الفلسطينيين العرب. استقبلونا بصدر رحب ومنحونا الجنسية وسمحوا لنا بالعمل، سمحوا لنا بحياة شريفة وبداية نقية. حوالي ثلثي اليهود ذهب إلى إسرائيل والثلث الآخر إلى باقي بلاد العالم. من أصعب الأمور التي واجهتني عند نشأتي في مصر هي عندما كنت أرى أصدقائي وأعضاء عائلتي تختفي واحدة بعد الأخرى وعاما بعد عام. ابتدأت عملية هذا الحزن المستمر الصامت عندما اضطرت صديقة سباي إلى تترك مصر، كنا في السابعة من العمر. وفي النهاية بقيت أنا مع أبي وأمي فقط في مصر. كان أبي دائما يقول: هذا هو وطني، هنا ولدت وهنا سأدفن. لنكن متفائلين وأن الأمور ستتحسن. في بعض الأحيان كان هذا هو السلوك الصحيح، وأحيانا أخرى كان هذا هو السلوك الخاطئ، ولم نستطع أن نعرف أيهما هو الأصح. وقد توفى أبي في مصر سنة 1973. وثاني الأمور الصعبة هو الدعاية المستمرة المفروضة على مناهج التعليم، وكانت تتوارى خلف نصوص الأدب العربي أو خلف تعليمات الحكومة والنداءات الوطنية، عندما كان يفرض علينا بحفظ مقاطع كاملة من المساجلات والخطب بكراهية الغرب وإسرائيل ومعاداة السامية. كان الفروض علي أن أحفظه صما، ولا يزال يأتيني كابوس مزعج من حين لآخر. وعلى سبيل المثال، في إحدى أبيات الشعر التي أجبروني على حفظها تتكلم على جمال فلسطين التي سترجع ثانية للفلسطينيين العرب وتكون لهم وطنا وستكون مقبرة للصهيونية، فإنا سنجعل من أرضها لنا وطنا ولكم مدفنا. لم أسمع مطلقا أي كلمة عن السلام أو التسامح مع اليهود، ولا تسمع في الإذاعة والصحافة إلا عن كلام كله سموم كما هو اليوم. عندما قامت حرب 1967 اعتقل كل يهودي من كان بين سنة 18 إلى 60. لقد لاقوا عذابا أليما وإهانات بالغة تحت ظروف سيئة رواها من شهد حوادثها. وقد نجت عائلتي من الاعتقال بسبب أني كنت لم أتم بعد سنة 18 ببضعة أشهر، وكان أبي سنه فوق 60 سنة فلم يعتقل، كما أن باقي أفراد عائلتي الكبيرة قد سافروا من قبل. لقد عانيت لمدة 4 أشهر بين اليأس والأمل قبل أن يسمحوا لي بمغادرة البلاد. لماذا؟ إذا لم يكن يريدون منا البقاء، فلماذا لم يتركوننا نغادر فورا؟ لماذا لم يسرعوا بإخراجنا حتى يمكنهم الاستيلاء على ممتلكاتنا في أسرع وقت؟ لا أعرف، ربما كانوا يظنون أننا نمتلك ثروة مخبأة. منذ عهد الفراعنة إلى عهد الاتحاد السوفيتي كانوا يقولون: نعم نحن نكره اليهود
ولن ندعهم يغادرون، ونفضل استعبادهم والتنكيل بهم. وأخيرا في 28 من أكتوبر 1967 حصلت على تصريح الخروج. قرر فرعون أن يخلي سبيل هذا اليهودي. أعطوني مدة أسبوعين للخروج، وكان على كل جانب من تأشيرة الخروج حرف الياء باللون الأحمر. وهذا الحرف معناه يهودي، وهي إشارة لرجال الضبط والتفتيش لمضايقة حامل تأشيرة الخروج، وفعلا ضايقوني. وابتدأ الآن يهود البلاد العربية يتكلمون جهرا بمآسيهم. قبل هذا كانت الجروح لا تزال ملتهبة، والخوف من الجهر علنا كان لا يزال كامنا فيهم، كما كنا في جهاد في سبيل لقمة العيش وبناء مستقبلنا في هذه الظروف العصيبة، كما كنا لا نجيد التحدث بطلاقة اللغة الجديدة. بجانب هذا، عندما نكبر في السن نشعر باحتياجنا لتسجيل تاريخنا ليكون عبرة للأجيال القادمة. فكما أن وسائل الإعلام اختارت أن تبين جانب الفلسطينيين فقط، نشعر أيضا بحاجتنا في أن نبين جانبنا في هذا المجال. بالرغم من أن معاهدة السلام مع إسرائيل، وبالرغم من الصلاة الوثيقة مع الولايات المتحدة، وبالرغم من عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات، لا تزال مصر ترفض خروج ما تركه اليهود في مصر من وثائق ومستندات وبقايا التراث الذي تركه اليهود في مصر. أنا لم أتكلم عن مصر التي لم تدفع أي تعويضات لاسترجاع مليارات الدولارات مما صدرته من أملاك يهود مصر، كما فعلت الدول الحرة مع طوائف اليهود المختلفة. كما أنا لن أتكلم عن أننا أجبرنا على مغادرة مصر بدون أي شيء، كما ولدتنا أمهاتنا. كما أنا لم أتكلم عن أن مصر التي لا تعتذر بعد عن معاملاتها السيئة لليهود، كما فعل العالم الحر مع الطوائف اليهودية الأخرى. كما أنا لم أتكلم عن مصر التي لا تعترف في سجلاتها الرسمية عن مساهمة اليهود في نهضة مصر، كما فعل العالم الحر مع الطوائف اليهودية الأخرى. بل أنا أتكلم عن رفض مصر تسليم وثائق ومستندات وبقايا التراث التي تركوه اليهود في مصر. أنا لا أحمل أي حقد أو عداء لكل من كان غير مشارك في معاملاتنا السيئة التي لقيناها في مصر. إذا كنا نحن اليهود سنضيع وقتنا في كره كل من أساء إلينا، لما كنا نستطيع المساهمة في التقدم الإنساني كما نقوم به اليوم. المعروف إن الحقد يهدم الحاقد أولا. نحن اليهود نتلقى الكدمات، ولكن نسير في مسيراتنا وتقدمنا. كنت في المدرسة مع زملاء مسيحيين ومسلمين، ولا أزال أتراسل معهم منذ نشأة المراسلة على الحاسوب. ما دمنا كنا بعيدا عن السياسة والدين، ستظل العلاقة ودية وطيبة، ونقدر العلاقة التاريخية أثناء الدراسة سويا. العلاقة الشخصية تظل طيبة، وهذا هو الحال في الشرق الأوسط. الشعب ودود ومضياف وكريم. في العلاقات الشخصية تسمع ما يسر، وفي العلاقات العلنية إما إن الشخص يصمت
أو يجاري الجو خوفا من النقد، فتجد نفسك في حيرة فيما يقصدون. وفي النهاية دعوني أترككم في تفاؤل، إن الله يعمل بطرق غامضة. أنا هنا في الولايات المتحدة أسعد حالا عما إذا كنت في مصر حتى في أحسن الأحوال، وكما يقولون في المزامير باللغة العربية باللغة العبرية هنّي لو ينوم ولو يشان شمير إسرائيل، ومعناها إن الله حافظ إسرائيل لا ينام ولا يغفل. وأخيرا، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.